شباب عرفت شلون؟ يعني قمنا نشوف الحين مثلا وسائل اتصال سريعه، قمنا نشوف من تويتر ما يمدي قبل ننطر فيسبوك ساعات بالتلفزيون ولا بالجريده يوم ثاني ننطر عشان نشوف خبر يطلع. الحين تويتر ما يمدي الواحد اي انسان يصرح، ثانيتين وصل عندنا كل شيء. يعني وسائل مثل نقول التكنولوجيا شلون اثرت على وسائل الاتصال، يعني اثرت علينا كل شيء. شوفوا يا جماعه التكنولوجيا يعني هي تفيدنا اكثر مما تضرنا، بس في استخدام الضار هذا احنا طبعا نتكلم فيه، انه يعني قله يعني يعني الاسر اللي هي عندها اطفال صغار ما تعرف تتعامل معهم، ماكو رقابه، شو ايه ايوه كل شيء فيه ايجابي وسلبي، ايوه شلون يستخدمون الشغلات اللي هي مثلا اكبر منهم سنا، وشلون يستخدمون حتى التلفزيون، شلون يستخدمون وايد شغلات، ان كان تليفون ان كان فيسبوك ان كان لابتوب ان كان وبلاوي زرقاء. يعني بس انا قاعد اشوف ان التكنولوجيا وايد جميله، تكفي ان انت الحين بغيت تروح لندن تكتب كرتك وتطير، هذه تكنولوجيا وانت ببيتكم صدق وانت هم ببيتكم تدشين على الصفحة شو اسمه النت موقع. وتشوفين الموقع مال هذا وتتكلمون وشلون تحجز وشلون هذا. انت الحين لما تسافر مجاسر شلون تسافر؟ تروح لمكتب الطيران وتحجز ولا وانت ببيت؟ على الانترنت وانا قاعد بالبيت احسب كرتي واروح، قربت المسافه وياخذون الاكونت مالك مال شو اسمه الفيزا ولا الكيلو وخلاص خصموا المبلغ وانت اللي هذا كل شيء. الحين يعني حتى لو بطالع حتى يعني على الحكومات على كل شيء ترى الحين، بس يعني اغلب الشغل صار الكتروني، كل شيء صار دش فينا بالتكنولوجيا. صح. انا راح ارد حق سالفه السينما. حق السينما يعني الحين لو سينما نحجز من البيت، تذاكر طيران من البيت، فنادق من البيت، نبي نقدم حق وظيفه هم من البيت، يعني كل هالامور صارت على الانترنت. امتحانات مخالفات، معاملات بنوك، اي شيء، كل هالامور، زواج على قولتهم زواج هم صار على الكمبيوتر، كل شيء صار على الكمبيوتر. تبي تكلم اي احد مثلا من برا، تبي تشوفه، سوالف الرسائل اللي كنا ندزها قبل هذه، بس انت خلينا شوي من الكمبيوتر، في يعني شغلات ثانيه مثلا احنا قاعد نتكلم عن شغله اي حلو. الحين مثلا نقول الايباد، مال الايباد هذا شلون صار؟ يعني حتى ايباد الايفون اي انه صار يعني الحين كل بيت جالكسي لازم يا ايفون يا ايباد يا بلاك بيري، من العمر 5 سنين وتصاعد. يعني الياهل قبل شنو يلعب تركيب ما شنو، الحين الحين ماكو يعني تصير سلبيه. انا اقول لكم تلوين ما تلوين ماكو سلبيه، يعني البدري شوف تخيل التكنولوجيا هذه متواجده من زمان بالدول اللي برا، يعني الدول الغرب. احنا خلينا نقول مثلا البلاك بيري على سبيل المثال، البلاك بيري ترى موجود يعني متواجد من زمان من امريكا يعني من زمان. لا مو من امريكا، وهو اتوقع انه بلندن ببريطانيا، وهم اكبر شركه هناك لهم، وصنعوا الجهاز هذا وكان من زمان جدا كندا. بس انه من التسعينات كندا هي الشبكه الاساسيه حق خدمه البلاك بيري. اي ما كانت زين بالضبط هذا الحكي، لكن احنا ما نبي الشبكه الاساسيه مال البلاك بيري اللي احنا نسوي فيها شاتنج. البلاك بيري اساسا صنع صنع ببريطانيا بلندن، وكان هذا الجهاز انه شكله كبير، يقولون يعني انه يعني بالكويتي دفش، يعني انه مو هالحجم، بس الناس ما كانت تدري شنو التطورات اللي بهالجهاز هذا، الخدمه اللي فيه. اي يعني انا يمكن يعني والله يمكن ما ابي اقول لك انه عف واحد من ربع انه جايب الجهاز هذا من قبل تقريبا 6 سنين 7 سنين ويقول لي حمود شفت هذا الجهاز، شفت هذا الجهاز اللي وياي وكان كبير يعني اكبر من الحجم اللي احنا شفناه الحين، فيقول لي حمود هذا الجهاز بعد فتره راح يضرب، راح يضرب بالكويت وراح تقول لي هات. قلت له شو اللي يضرب فيه طابوق يا اول شنو هذا؟ كان يقول لي انت بعدين راح تذكر كلامي. والله صدق يعني من كم سنه تو الحين يعني لما قمت اقعد معاه تذكر يوم اقول لك ان هذا الجهاز راح يسوي ضجه ويخلي العالم كلها تمشي بس تقول بلاك بيري بلاك بيري بلاك بيري. يعني صارت انت عندك هذا التطور السريع اللي انت يقول لك مثلا بدل ما انا ادق عليك تلفون او بدل ما انا اكلم بدري على طول ادش، احنا كلنا موجودين كلنا ببلاك بيري واحد وجروب اسوي برودكاست، ترى يا جماعه ترى اليوم احنا عندنا ميتنج يالكم كلكم يينا بسبه بلاك بيري. تخيل بس هم قاعد نشوف في سلبيات وايد على العيال اكيد الصغار، يعني أكيد. اسمع ما اقدر انا امسك ورا اخوي الصغير امشي ورا ولا اخوك، انت تدري شنو يعني لا انت تقدر تمسك ورا اخوك ولا تمسك ورا اختك الصغيره بلاوي فيه. نشوفه نقعد يعني ماسك بلاك بيري ولا ماسك الايفون ولا ماسك الايباد ساعات انت ما تدري عنه، يعني اوكي بينام ما يصير حتى هو فوق بينام وانا قاعد فوق راسه طالع ايش بيسوي. فقمنا نشوف يعني قمنا نخاف من هالطريق، لان الحين صار عندنا بلاك بيري وايباد وايفون، بعدين شنو بيوصل؟ يعني الحين ما قمنا نخاف رقابه حتى على الياهل ما صار في براءه، خلاص صار مثقف الياهل يعرف كل شيء، عنده اكونت عنده هذا مو نفس قبل. مو نفس جاسم على كلامك انه مو نفس قبل ما في براءه، انا كلامك هذا كله صراحه يجذبني. تكفي ان الياهل الحين اذا شفته انت طالعه يقول لك تعرف الهاي نون طالعه كذي ها صح تلاعبني يا عمي انت شلاب العب شوف شلون اكسر. يعني تخيل وصلوا
حتى الالعاب اللي هي اكبر منهم سنا قاموا يلعبونها. صار دشوا كل المجالات. بس يا اخي بوكر وما بوكر اللعبه هذه يلعبونها الحين. يلعبونها. المشكله مو بس كذي، المشكله ان قبل كل هالسوالف نتكلم عن رقابه الاهل، ممكن نقول ان مثلا فيها تقصير. الحين لما قاموا يدشون على الانترنت شلون ممكن احنا نسوي رقابه؟ ما في رقابه. صعب صعب. الفاظ يعني مثلا في اهل بالبيت في الفاظ معينه ما تنقال، اي نوع من انواع الالفاظ. الحين لما تصير على النت انت شلون تقدر ان انت تقدر تتحكم انه هو الياهل هذا شنو قاعد يشوف؟ حتى ربع ما يدري من ربع عده صار عنده بكل مكان يكون علاقات. يتكلمون باسلوب شروق اليوم الياهل بالروضه بلاك بيري ايفون. انا يعني اذكر لما انا كنت في هالاعمال. انت اللي قاعد تقول عنه حمود ان ان ان, إن الياهل بالروضه وبالابتدائي بلاك بيري وهذا، انا طبعا انا الشيء هذا ما ايده واشوف انه مبالغه من الاهل. وكل رب اسره عنده طفل مو على ابونا، يعني احنا خلينا نقول الله يخلي لنا ابونا صباح ونشكره ويعطيه الف عافيه على المنحه الاميريه اللي صارت السنه اللي طافت بس ما استغلوها زين. يعني انا صراحه شفتها منحه بلاك بيري وايفون وايباد. صح اي بس اي صح. الياهل الصغير يا اخي انا كنت بجليعه قاعد اسوي تقارير مع العياد الوطني، اقول له حبيبي شو تسوي انت بالالف دينار مالك؟ ايباد ايفون باك بيري. اي صح ايباد ايفون باك بيري. والقبل بهذا كنا نشتري جارين يمنعنا نشتري جارين ندور بلاي ستيشن. احنا تنشنو الدير قبل حتى تفكيرنا ما نبي نشتري جاري. تيلا عطنا على قولتك ربع دينار بروح اشتري تيلا خش تيلا ولا حاجه يا اخي. انا بشتري باربي بروح اشتري فيها باربي. يعني هذه البراءه. حتى الياهل اذا بتقول له لا ما في راح يقول لك ايش معنى ولد عمتي شو معنى ولد عمي ما يقارنون. زين ليش زين ليش ابو جاسم انت شو تقول؟ شنو 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 الشيء اللي خلاهم انهم خلاص يوصلون لمرحله ان الانفجار وان التطاول على الاب والام وانه يوصل لمرحله ان الطفل هو اللي يتحكم بالاب والام؟ حمود اول شيء دلع هو بعدين انتشر راح نمدح حق الانفجار بس الانفجار باقوى. فاصل اوري لكم ان شاء الله. ردنا لكم اكيد من بعد الفاصل واحلى تحيه حق ابو الفوز. اخي يا ابو الفوز تحيه لك واحلى حبتين لك وانت ابو الفوز طبعا اذا كنت متواجد موجود هني واذا كنت داخل اخي مو هني ها بس احلى تحيه لك. العموم احنا ردينا من بعد الفاصل وانا كنت موجه سؤال حق السيمي ابو جاسم. ابو جاسم يا جرين ايز يلا ابيك تقول شنو رايك بالانفجار اللي قاعد هو قاعد يترك لك بعيونه. الانفجار اللي صار مع الـ 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 الاطفال الفئه العمريه اللي قامت هي تدخل، يعني هي اللي تمشي كلامها على الاب والام وهم اللي مسيطرين على الوضع. ليش شنو قاعد يصير؟ قلت لك اول شيء فقدوا براءتهم لهال مو نفس قبل. زين صار يعني كل ياهل لازم الدلع بلاك بيري حتى الدلع ايفون الدلع يعني اعوذ بالله. انا شوف حمود انا موضوع ان كل ياهل بلاك بيري كل ياهل ايفون انا هذا انا قاعد اقول لك ليش هم قاموا ينفجرون على ابهاتهم وامهاتهم وقاموا هم يسيطرون على عقول اهلهم؟ يعني هم اللي يمشون يعني مثلا الياهل قام هو اللي يمشي ابوه هو اللي يمشي امه مو الاب قبل ان الاب هو اللي يمشي عياله وهو اللي يقول لهم وهو اللي يلبسهم وهو اللي ياكلهم وهو اللي يعلمهم لين يوصلون لين المواصيل اللي خلاص يعني وصل للمرحله الثانويه خلص هني يقول له عاد انت بالجامعه انت تختار شنو طريقك تبي. لكن طول الوقت الاب هو المسيطر الام هي المسيطره. الحين صار عندك صار الدفرنت العكس. انت شنو قاعد تقول ليش كذي؟ انا قاعد اقول لك انه ما يعني راح يقارن نفسه بعيال عمته عيال خالته عيال خالته فصعب انك تحكر الياهل. حتى لو قلت له ما في او قلت له اذا نجحت قبل احنا اهلنا شلون؟ يقول لك اذا نجحت اي بك هالشغله. زين الحين ما تقدر نجحت ساقط صح ما خلاص قسما عليك تجيب لي. زين حمود انت يعني ابوك الوالد الله يخليك اياه يعني انت اكيد ابوك يعني لحق على ايام قبل الجيل اللي قبل اللي هو تعب وكان يدرس ويكافح. يعني انا في ناس والله العظيم يعني ان اسمعهم يقولون ان ايام قبل 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 كانوا يدورون مكان عشان يدرسون يبون مكان في ليت صغير عشان يشوفون فيه ويكملون دراستهم. تخيل هذا الحكي قبل اهل قبل. الحين احنا يعني ما شاء الله صار عندك الانفتاح التكنولوجيا دشينا احنا 2012 عالم تطور خيالي جدا. الياهل نفس ما انت قلت ما في براءه مو ياهل تحس ان الياهل كنا شكي هذه الدنيا القاتله والله ابي ايفون ويركض يروح يركض ويروح يمين يسار. انت تخاف صدق بالبيت وانت نايم تقول هذا انا ما جبت الايباد ممكن يمسك شينا يكر راسي. فليش ذي ليش؟
صار انفتاح، صار انفتاح. وبعدين شيء يعني شيء قبل فيسبوك نفس، بعدين صار تويتر، يعني شيء يفتح لك شيء. الحين شوف لوين نوصل عاد. الله يرحم حالنا احنا والله ما لحقنا على شيء مثل هذا. انا لحقت على سوبر ماريو باتاري. حمود عشان لحقت؟ انا لحقت على الاتاري القديمه السوداء هذه مال الحرامي هذا اللي يطلع اللي يدتها يركض. ايوه ولا كمبيوتر صخر وعصب يشيلها بيدي اليد عرفت ويردوني. لا وشوف ها ما في يده، انت نظام انه تروح تشتري لك جويستيك وهذا لا لازم تشتري واحده جديده. زين الحين كان عندنا احنا اتاري ما اتاري قبل، ليش ما اثرت علينا شيء؟ يعني كنا هم نحترف كل واحد يحترف. تدري انا اقول لك ليش؟ احنا قبل لما نينا بنلعب يقولون لنا اهلنا ها خلصتوا دراسه؟ اي خلصنا. بعدها كل شيء اوكي، اي كل شيء اوكي، تعالوا نراجع لكم. يراجعون لنا خلصنا اي اوكي وضحهم اوكي يلا حطوا لهم اياها ساعه. لا وقت معنا تخيل ها ساعه يلا صد ساعه يحسبون لنا يروحون عدهم. اذا بيزربون لك خمس دقائق ربع ساعه زياده ساعه ربع شيء قالك اوكي، لكن اذا طاف الشيء عن حده ينقلب ضده. فايش يسوون؟ خلاص يلا شالوها. انت طالع شيء زين اوكي هذا الاخير صح. بس هذا الصح انه ليش صار كذي؟ ليش صاروا لي هالكذي؟ انا قبل شوي لما قلت انه صار في انفتاح والالفاظ وما ادري شنو، ترى هذا هم سبب. يعني هو لما يشوف اللي بالشارع شلون يتصرفون واللي برا شلون يتصرفون، مثلا هم في وقاحه مرات ممكن تصير. انا اقدر اربط لك اثنين بواحد. احنا وصلنا لمرحله يا جماعه الاثنين بواحد شلون؟ التكنولوجيا هو في شيء من الاعلام والاعلام اللي قاعد يطلع الاعلام الغلط زين، الاعلام السلبي اللي قاعد ياثر على الاطفال هذيل. انا قاعد مبطل التلفزيون وياهل وطالع طالع 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 اسمع ال ال ترى الياهل مسجل وكاميرا. الكلام البديء جدا ان انت ما يطلع من حلق ياهل، فتشوف الياهل ما يدري وقت ما يتناجر مع اخوه يقول له فالياهل الياهل يقول له ايش قلت انت؟ ويروح يركض قول امي زين. يعني مو ياهل ولا ايش رايك المدري؟ لا الياهل الحين هم قاعدين يقولون يعني قبل كنا يعني في كلام ما كنا نقوله ما وصل يعني، بس الحين نشوف الياهل. لان الياهل طبعا الحين اول ياهل من اول كلمه شاب يا حمار ونستانسون الاهل يعني قبل يبا ويما ونستانس الحين شاب يا حمار. اسمع الحين اسمع انت اذا على شاب ويا شو اسمه وعزكم الله يعني يا حمار انزين كره مستانا هذا عادي، لكن احنا الكلام اللي انا اللي قاعد اسمعه الحين واحد كبير. لا كني قاعد اطالع فيلم اكشن بوليسي بالشارع مع اطفال. الالفاظ اي حموت الشغله رديئه بعد. هو ليش ريال الامور مرات ياخذون الاهالي وياهم في الديوانيه او قهاوي عرفت يعني اهم شيء غلط يعني. انا اشوف بصوا بعض انا اي عادي شرغ ما ادري عاد انت وشروغ تنشرغ بس تشوفك تبي تسولف تبي تدش وياك قال هذا اصدقائي ما حد عفى له الدير وانت مسكين يا ابو جهل. بعدين ترى الاهال هالوقت صاروا سياسيين، حتى الاهل يتكلم بالسياسه. هذه كلمه جميله صراحه صح كلامك يعني كلامك انت قلت حمود شيء خيالي شيء جميل جدا. وقت الانتخابات قاعدين يتابعون حافظين اسامي المرشحين صح. ليش شوي يروح يرشح نفسه؟ انت 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 تدري توقعت انا اتوقع يعني ان 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 احنا لو نوصل لمرحله ناس مواصيل امريكا شفت انت المرشحين اللي برا بالدوائر مالتهم ايش يسوون لهم؟ يسوون لهم دمى شخصيات. انا اتوقع ان احنا هني بعد فتره بالكويت راح يسوون دمى شخصيات حق النواب للامانه، ويصير كل ياهل يحب الشخصيه اللي تلفت نظره ويعبر فيها عن نفسه يقعد يلعب بالشخصيه هذه، لانه قام يحس ان احنا وصلنا لمرحله هم الاعلام قاعد يوصلنا للمرحله هذه ان احنا قاعد نشوف النواب اللي احنا قاعد نرشحهم اللي احنا قاعد نوصلهم للكراسي هذه صاروا كنا فيلم. زين صح زين انت الحين قلت انت ان اليهال قاعد يدشون بشغلات سياسيه وهذا، زين هذا شيء ايجابي ولا سلبي؟ يعني قبل احنا ما كنا نفهم بالسياسه ولا شيء ولا نطلع ولا ندري عن شيء. لا اكيد بس سلبي فجاه انفجرنا كلنا قمنا نشوف سياسه 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 سياسه، بس الحين يا لا من صغرته قام يفهم بالسياسه صح قام يعرف هذا يمكن هالنائب غلط او صح هذا يوافق حكي ولا ما يوافق الكلام اللي انا امشي عليه. يعني هذا شيء انا اقول شغله سلبيه ياهل حالاته يعني اسمه ياهل طالعه يروح لشغلات معينه العاب. حمود بضيف نقطة، الواقع يجبرهم يعني ما شاء الله يعني شوف مشاكل سياسية التلفزيونات كلها تنقل على السياسة، فالواقع يجبر اللي هذا يطالعون سياسة يعني. أنا أشوفه
بعمرهم كنا نطالع بوكيمون ما كنا نطالع تدري بدري انا يعني لو بذكر سوالفنا احنا شلون كنا قبل مع التكنولوجيا مالتنا شلون صرنا احنا بالتطور اللي احنا وصلنا له الحين راح نتعب وايد انا بقرا لكم بالفيسبوك بس قبل لا تقرا تعليق أتفضلين. على سالفه ان الواقع يجبرهم لا الواقع ما يجبرهم لانه في مليون الف قناه بالتلفزيون يعني لا. هو لازم يتابع الاعلام الكويتي الاعلام الكويتي احنا قاعد صارت فيه اكثر محطه فضائيه كويتيه مو كل المحطات كمان يعني حديث الشارع الحين كله نشوف على السياسة. انا مو خلونا نطلع شوي من جو الاجواء الحديث الشارع والسياسه والانتنشن خلونا نسولف